العملية أسفرت عن مراقبة 40 شاحنة تبريد مخصصة لنقل اللحوم البيضاء والأسماك، أين تم حجز حوالي 1210 كيلوغرام من قطع الدجاج، وكذا 325 كيلوغرام من السمك الغير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى 8250 بيضة و160 كيلوغرام من عجينة التمر غير قابلة للاستهلاك، ليتم إتلاف المحجوزات حفاظا على الصحة العامة وحماية للمستهلك.